صوت صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وفي معيته معالي رئيس مجلس الأمة جاسم مرزوق علي الغانم، وكبار أسرة أهل الصباح، عزاؤنا أنك خلفت قائدا آخر من أبناء الكويت، حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، ليكمل مسيرة البناء والعهد والوفاء، وهو أهل لذلك بما حضاه الله من صفات عكست صفاتك، فانهل من نفسك ومن شخصك وسيكون خير خلف لخير سلف.